everybody وحشتوني كتير، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم طلاب الصف الاول الثانوي، طلاب السفير دايما بخير. نسمي الله شباب، وزي ما وعدت حضرتك ان احنا هنشتغل على نظام مختلف تماما يتماشى مع النظام الحديث. قلنا عندنا المحاضرة بتاعتنا داخل الكلاس اللي هي تبقى محاضرة لايف طبيعي وانا واقف مع حضرتك، هتكون فيها الشرح على النظام الحديث، ولكن الوقت بتاع الترم ده يعتبر محكوم شوية، فكان لازم ان احنا نخترع طريقة نوفر بيها as two sessions كحصتين في الاسبوع الواحد. فعملنا محاضرة لايف اللي هي في السنتر عادي خالص، ودي طبعا المحاضرة الاونلاين بتاعت الكيو ار بتاع حضرتك. زي ما اتفقت معاك ان احنا هنمسك الواجب تفصيلي سؤال سؤال ونحله سوا. يعني على سبيل المثال ان احنا النهاردة عندنا Unit 7 Health and Safety. Health and Safety، الصحة والأمان. زي ما شرحنا بالملزمة بتاعتنا، كل اللي مطلوب من حضرتك دلوقتي ان انت تحضر الملزمة دي معاك، والترابيزة الجميلة بتاعت حضرتك، الهيدفون سماعات الأجمل، وموبايلك يا قلبي، وكتابك، وياريت البنسل القلم الرصاص. قبل ما تكمل الفيديو معايا انا عايزك تثبت وتاخد بالظبط 5 minutes 5 دقايق تراجع فيها الكلمات اللي هي خدناها بالبيكتشرز بالصور اللي كانت جميلة جدا، عشان هي موجودة دلوقتي في الانكونشس مايند في العقل اللاواعي، وهي موجودة في العقل اللاواعي دلوقتي نعمل لها ريفيجن كمان مرة. هتيجي تشوف معانا الهومورك وهو بيتحل بطريقته السهلة البسيطة جدا، اطلاقا مش هتحتاج حاجة تاني ولا هتذاكر انجليش بعد المحاضرة دي والمحاضرة اللايف بتاعت الكلاس. فعايزك تسمي الله وترجع تراجع الفوكابلري الكلمات بتاعتك، وتيجي هنطبق عليها. هنفتح البيج نمبر 1 في الكتاب، البيج نمبر 1 question number 1. Let's get started. يلا بينا شباب نبدأ ونسمي الله. question number 1 هتلاقيه عندك في الكتاب زي ما هو كده كده عندي هنا طبيعي، الاتنين زي بعض ما فيش اختلاف خالص. نسمي الله. number 1 السؤال الاول بيقول لي poor standards of mean that this diseases or disease spreads fast. Again, poor standards of mean that the disease المرض spreads fast. يبقى poor standards of hygiene. Hygiene يعني النظافة الشخصية الفقيرة أو القليلة، النظافة الشخصية القليلة بتقدر تسبب أمراض أسرع. Number two، السؤال الثاني، one of my children has a or an to cow's milk. واحد من أطفالي أو من أولادي لديه a or an to cow's milk، للبن أو الحليب بتاع البقر. يبقى عنده allergy. فاكرين يعني allergy؟ allergy allergy يعني حساسية. Number three، the room was filled with smoke. الغرفة كانت معبأة بالدخان. And it was becoming difficult. وأصبح الوضع أسوأ. To breathe. يعني breathe يتنفس. لما الغرفة بتكون مليانة دخان بتبقى بتواجه صعوبة في التنفس. Number four. أربعة. Our bodies أجسامنا are designed تصممت او معمولة to carbohydrates and store fats. يبقى ان هي تحرق الكربوهيدرات. يعني يحرق burn. burn معناها يحرق الكربوهيدرات. number 5 all pets كل الحيوانات الاليفة need feeding تحتاج للطعام. clean and proper living conditions. يبقى هي محتاجة يا شباب bedding. bedding يعني فراش. clean bedding يعني فراش نظيف، مكان نظيف تنام فيه زي الحيوان بتاعك، يبقى اسمه bedding. number 6 helicopters were used to people from their burning houses. الهليكوبتر استخدموها عشان to evacuate. evacuate معنى يخلي.
هنا في بيت وفي حريق، استخدموا الهليكوبتر لكي يخلوا المنزل، يعني يطلعوا منه الأشخاص. Number 7. Many wild plants. Many wild plants and animals are in of extinction. هتبقى شباب الإجابة danger، في خطر. الكثير من الحيوانات والنباتات البرية معرضة أو تكون في are in danger of extinction، يعني الانقراض. يبقى خطر يعني danger، extinction يعني الانقراض. Number 7 قلناها. 8 He began to look for a new job. بدأ يبحث عن وظيفة جديدة. As soon as he left his job. بمجرد ما ساب الوظيفة بتاعته. يبقى الإجابة immediately. كلكم فاكرين immediately في الشرح كانت عاملة ازاي؟ immediately معناها في الحال أو فورا. Letter C. 9. Official organizations such as the police or the fire service. المنظمات الرئيسية أو الأساسية مثل البوليس ستيشن أو الفاير سيرفيس that deal with crime، اللي بتتعامل مع الكرايم الجريمة. fires الحريق and injuries are called، بنسميها يا دكاترة، بنسميها letter A مستر emergency service. emergency service خدمة الطوارئ اللي بتتعامل مع لما تبلغ على حريق او السرقة او اجرام، اسمها emergency service. number 10 10 there is a layer of في طبقة من الايه on the dressing table، على الترابيزة بتاعت الدريسنج. clean it before the guest arrives. يبقى في طبقة من الداست، فاكرين يعني داست؟ الغبار او التراب، داست. ننقل question number 11 11 the victims. victims يعني الضحايا. were all given، اعطى لهم at the scene of the accident، في المشهد او المكان اللي حصل فيه الحادثة. يبقى اعطى لهم يا شباب first aid. first aid معناها اسعافات اولية، هتبقى letter B تاني اختيار، اسعافات اولية. 12 12 food must be heated to a high temperature. لازم الطعام يتسخن او يتغلي على درجة حرارة عالية. to kill harmful، عشان نقتل harmful يعني ضار، نقتل البكتيريا الضارة. يعني ايه بكتيريا؟ كائنات ضارة دقيقة جدا، لازم تتقتل طبعا عن طريق اللي هو غليان الطعام. 13 it seems that green energy will be an important subject of scientific in the future. scientific research. scientific يعني علمي، وresearch يعني البحث، يبقى معناها البحث العلمي. in the future في المستقبل. 14 14 I asked her what the time was but she didn't space. انا سألتها الوقت كان الساعة كم ولكنها لم تستجيب. يعني يستجيب دكاترة؟ letter D respond. respond يستجيب. 15 15 the nurse الممرضة carried in a baby wrapped in a warm blanket. يقول الممرضة بتحمل البيبي في بطانية بلانكت او لفته في بطانية دافية. يبقى بلانكت يعني البطانية. wrapped قلنا حرف ال W ياريت يكون silent. wrapped يعني لفت. in a warm blanket بطانية دافية. السؤال 16 16 most Muslims most Muslims معظم المسلمين او الكثير من المسلمين
try to go on a pilgrimage to Mecca once in their life. بيقول معظم المسلمين بيروحوا برنامج الحج او مناسك الحج الى مكة once in their life, على الاقل مرة في الحياة. كلنا طبعا اثناء الشرح فاكرين كلمة على الاقل كانت ايه؟ كانت اسمها at least. لتر ايه او الاختيار؟ at least, على الاقل. 18 17 17. keeps body, بيجعل الجسم, and oxygen flowing to the heart and the brain. مين هو طبعا؟ الاجابه تبقى CPR. كلنا فاكرين طبعا يعني ايه CPR؟ التنفس الصناعي. قلنا اختصارا لكلمه cardio pulmonary resuscitation. 18 18 دكتور مالك advised علي to a clean cloth around his arm till the wound heals. دكتور مالك نصح علي ان هو يلف كلين كلاث, قماشة نظيفة, حوالين الجرح بتاعه. قلنا يعني يلف راب. راب معناها يلف. نيكست السؤال 19 19. he threw the empty bottles, هو رمى الزجاجة الفاضية, in the فان, قلنا معناها سلة مهملات. بن معناها سلة مهملات وليست بن. دي كان معناها دبوس, ولكن بن معناها قلم, ولكن بون معناها عظمة, العظمة بتاعت ايدك, واحنا عايزين بن هنا بمعنى سلة. يبقى he threw, هو رمى, the empty bottles, الزجاجة الفاضية, in the pen. 20 20. it's impossible to make plants in a desert without irrigation. it's impossible, من المستحيل, to make plants grow, انك تخلي النباتات تنمو, in desert, في الصحراء, without irrigation. irrigation يا شباب هنا معناها الري, اللي هو الروي, تروي الزرع. 21 21. plants get the nutrition, 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 nutrition معناها التغذية. انت عارف طبعا ان الكلمات دي بتبقى مهمة جدا ومحتاجك تترجمها ورايا. nutrition يعني التغذية. النباتات بتحصل على التغذية بتاعتها from the in which they grow, يبقى بيحصلوا على التغذية بتاعتها من ال soil, يعني ال soil, التربة الزراعية. طبعا انا عارف ان انت حسيت بارهاق شوية بعد البيج نمبر 1, ولكن صدقني الانجليش محتاج practice more and more and more, الممارسة يا شباب. اي حاجة في الدنيا معتمدة على الممارسة. صدقني لما تيجي بعد فترة وتلاقي نفسك حليت في الانجليش 1000 سؤال, 1500 سؤال, وضعك هيكون مختلف تمام. لما تيجي تسأل صاحبك في نهاية الاسبوع كده, قول له يا صديقي تعالى يا توتو حليت كام سؤال انجليش مع التيتشر بتاعك او لوحدك او او او, هيقول لك كام سؤال؟ حليت مثلا 10 اسئلة. في اللحظة دي انت طبعا بتكون مثلا حليت لك 100 او 100 سؤال في الاسبوع. هتحس بقيمة التعب اللي انت فيه دلوقتي, هتحس بفخر ان انت قاعد دلوقتي بتحل 200 سؤال في الاسبوع. تشوف بقى ما شاء الله كام اسبوع, وفي غيرك لا يفقه شيء في الموضوع ده او مش بيمارس اصلا, فيجي تفاجئ في الاخر ان مستوى اللغة عنده لسه ضعيف, فيبتدي يغير المدرس ويفضل برضو ضعيف. ولكن الموضوع معتمد على البراكتس. let's move to page number 2, صفحة رقم 2, question number 22 22. it's difficult to, من الصعب أن, these statistics, معناها إحصائيات, without knowing the أو how they were obtained. يبقى محتاج أعرف يعني كلمة interpret. interpret يعني يترجم شفهيا.
قلت لك احنا عندنا كلمتين معناهم يترجم translate و interpret. يبقى it's difficult, من الصعب انك to interpret, انك تترجم these statistics, هذه الاحصائيات, without knowing how they were obtained, كيف هم حصلوا عليها. 23-23 in less than a week, في اقل من اسبوع, more than 500 posts had been written about the accident. حوالي 500 بلوج, وكلنا عرفنا يعني ايه بلوج, قلنا بلوج معناها مدونة الكترونية. 24 people who wash their hands, الناس اللي بتغسل ايديها, every time, في كل مرة, they go to the toilet. ها ها, toilet ولا toilet ولا toilet. Don't become ill, مش بيبقوا مرضى, people who do. الإجابة تبقى as often as. نقرأ السؤال تاني. People who wash their hands, الناس اللي بتغسل ايديها في كل مرة وبيروحوا التويلت, don't become ill, مش بيصبحوا مرضى, as often as, مثل people who don't. 25-25 when you try to solve a difficult question, لما بتحاول تحل difficult question يعني سؤال صعب, you can, بتقدر ايه, your answer with those in back of the book. في نهاية الكتاب كده بيكون في model answer, بنفحص منها وبنتشك, يبقى الإجابة دكاترة check, check, يفحص ويتأكد. It's a logical site, موقع منطقي, for a new supermarket with the housing development. تاني, it's a logical site for a new supermarket with the housing development nearby, لأقرب حاجة ليك. 27-27 four people died and 10 were badly injured, الإجابة letter C, بيقول لي ان 4 من الناس توفوا, and 10 were badly injured, were badly injured يعني اتصابوا, in a bus crash yesterday, في اصطدام بتاع اتوبيس امس. 28-28 it's not that the children learn to read and difficult or at different rates, again it's not surprising, it's not surprising, مش مدهش, that children learn to read, ان هم بيتعلموا القراية, at different rates. نرجع تاني, حضرتك انا هنا مستر استخدمت surprising لان انا بتكلم عن الموضوع نفسه. طب لو انا بتكلم عن الاطفال نفسهم هم اللي مندهشين, كانت الاجابة surprised. تاني تاني, يبقى بستخدم الصفة الاخيرة ايدي لو انا بوصف نفسي انا, I am surprised, I am interested, ولكن بستخدم الصفة الأخيرها أو المنتهية بـ ing مع الحاجة الغير عاقل. The film is boring, interesting. Let's move to 29-29 in its annual, UNICEF says at least 40,000 children die every day. In its annual article, article يعني مقال, 30-30 I have found a really useful about allergies on the internet. I have found a really useful website. Website يعني موقع على الانترنت. 31 I, my neighbors to look after my house. أنا, neighbors معناها جيران. أنا عايز أقول له أنا بثق في الجيران بتاعتي to look after my house, إن هم يعتنوا بالمنزل بتاعي. يبقى يثق يعني trust, trust, يثق, trust. 32-32 this page, هذه الصفحة, includes lots of, تشمل الكثير من, to other websites,
you may find interesting. يبقى بتشمل links. links معناها لينكات. The of your choose can carry more bacteria than your bathroom. مين هو بتاع الشوز بتاعك اللي بيشيل بكتيريا كتير؟ قلنا الباتوم. باتومز يعني باتومز. باتومز معناها قاع. قاع الحذاء هي اللي بتحمل الكثير من البكتيريا. 34 34. Alice's children left the tape running in the and there is water everywhere. أولاد علي سابوا التيب الحنفية running in مفتوحة في أنهي غرفة شباب؟ في الليفينج روم غرفة المعيشة ولا البيدروم ولا الهول ولا الباثروم اللي هو الحمام. 35 teenagers desire رغبة المراهقين for independence can في ان هم يستقلوا او يعتمدوا على نفسهم can problems for their parents can cause تقدر تسبب. يبقى كلمة cause معناها يسبب. 36 36. The children left dirty marks. الأولاد سابوا علامات dirty متسخة أو قذرة all over the kitchen على الكيتشن floor أرضية المطبخ. floor أرضية. 37 You should wash your hands. لازم تغسل إيدك thoroughly with warm soapy. قلنا طبعا ان كلمة صاب معناها صابون ولكن صوبي هنا معناها صابوني او متزحلق. 38 38. Two bacteria pour hot water around your mouth with your cheek muscles. تاني two bacteria pour hot water around your mouth. يبقى to remove يعني ريموف يزيل. عشان تزيل البكتيريا الضارة pour صب المية الدافية around your mouth with cheek muscles. 39 We have a lot of time looking at the problem from all angles. We have spent ولا taken ولا cost ولا paid. We have spent يعني spent دي طبعا البيبي تصريف الثالث من كلمة spend يقضي. فبيقول لي we have spent قضينا a lot of time وقت كتير بننظر إلى المشكلة من كل الزوايا. 40 40. Nurses الممرضات wear بيلبسوا to avoid يعني avoid قلنا يبتعد أو يتجنب physical contact with their patients. قلنا بنلبس gloves. gloves معناها قفازات. 41 41. Unpleasant smells can be prevented by controlling the amount of added to the pain and avoiding meat or prunes. نرجع تاني مفروض بيقول لي unpleasant smells الريحة الكريهة can be prevented بتيجي عن طريق by controlling the amount of تتحكم في الكمية بتاعت ايه added to اللي بتضاف الى the pain and avoiding meat or prunes. تبقى fresh food ولا junk food ولا food waste ولا تبقى الإجابة food waste بقايا الطعام. 40 يا بطل. كل ده لسه خلصنا 2 pages فقط ولكن ممكن تثبت الفيديو وتاخد break و let's move to part 3 أو page number 3 أو الجزء الثالث question number 40 2.
يلا شباب بالبيج نمبر 3 صفحة رقم 3 question number 42 42. You can store تقدر تخزن these images هذه الصور in a computer file as they are private ones. تقدر تخزن في الكلام ده او الصور in a وحدة الكمبيوتر معناها United Computer. Letter B. 43. Underground يعني حاجة تحت الأرض. Carry electricity بتحمل الكهرباء to all parts of the city. بتحمل الكهرباء إلى المدينة كلها. يبقى underground cables اللي هي كابلات الكهرباء. 44 Sally was in the kitchen when a fire broke لما الحريق بدأ out so she was taken to the hospital with severe burns ولا pulls ولا wounds ولا 44 Sally was in the kitchen when a fire broke out. سالي كانت في المطبخ لما الفاير بروك اوت يعني بدأت. So she was taken to hospital ودوها المستشفى with severe burns. قلنا burns معناها حريق او حروق. هنا جايب معنى الحروق نفسها. 45 After I had finished بعد ما خلصت there was a dirt from the flower. بيقول بعد ما خلصت التشجير حضرتك قلنا يعني التشجير gardening التشجير 46 we need someone who can محتاجين شخص ما who can يستطيع calm in crisis crisis هنا معناها أزمات. Who we need someone who can think ولا stay ولا behave ولا do calm. يبقى stay calm يعني stay calm يبقى أو يظل هادئ في الأزمات. 47 sometimes it was necessary to shout أحيانا الوضع بيكون ضروري necessary to shout at him. اسمعني بقى shout at لازم يجي وراها شخص shout at me shout at him بيزعقله بيزعقلي بيزعقلهم يبقى shout at him. 48 at the factory is not good at the factory is not good في المصنع مش جيد. There have been several كان في العديد accidents من الحوادث involving machinery recently. يبقى ايه هو اللي في المصنع اللي مش امن يبقى السيفتي سيفتي معناها الامن بتاع المصنع is not good. 49-49 If there is a fire لو في حريق you must move your children لازم تبعد أطفالك أو تنقلهم dangerous to ولا for ولا away from ولا through طبعا away from بعيدا عن بعيدا عن معناها away from dangerous بعيدا عن الخطر. 50 She was of beautiful diamond. She was of a beautiful diamond. Earrings يا شباب معناها حلقة. Earrings when I met her at the party. يبقى she was wearing a pair of. الإجابة تبقى B. Wearing يعني ترتدي a pair مع حرف الجر of الاثنين مع بعض بيبقى معناهم زوج من يعني زوج من الحلق طبعا هو عبارة عن pair of يعني واحدة زوج من.
51 I learned most of what I know اتعلمت معظم اللي انا عارفه gardening عن التشجير عن التشجير هتبقى about 52 archaeologist studies the buildings المهندسين studies the buildings archaeologist او تمشي طبعا بمعنى علماء الاثار studying the buildings graves tools and other objects which people who lived in the past belong for ولا long for ولا belong to ولا long to طبعا تبقى belong to belong to ينتمي الى يبقى علماء الاثار بيدرسوا المباني والجريفز المقابر tools والادوات اللي تنتمي للماضي 53 It's the custom إنها عادة in Japan في اليابان to your shoes off أنت تقلع الحذاء بتاعك when you go into someone's house يبقى take your shoes off قلنا take your shoes off معناها على بعض يخلع الحذاء 54 The last thing آخر شيء he had expected was to find the police إن هو يلاقي البوليس the door at the door on the door in the door onto the door دور الباب بتيجي مع حرف الجر at the door عند الباب 55 I was worried كنت قلقان when Malak didn't come at the usual time come from come On to come back come off تاني I was worried كنت الآن when Malak didn't come back at the usual time يعني come back يعني يرجع The doctor ordered him دكتور أمره to remain إن هو يظل bed for a few days الدكتور أمره إن هو يظل في السرير يبقى remain معناها يظل remain in bed يعني ايه remain in bed يظل في السرير يبقى 57 children should always wash their hands لازم يغسلوا ايديهم before handling food particularly if they have recently been in لو هم مؤخرا كانوا contact with pets قلنا pets معناها الحيوانات المنزليه او الاليفه وcontact with contact بيجي معاها حرف الجر with يبقى على بعضها معناها يتواصل مع contact with يتواصل مع 58 58 I am not buying the children anything انا مش هشتري للاولاد اي شيء Today, اليوم, I have spent far too much money as it is. تاني, I am not buying the children anything else. يعني أصلا كلمة else معناها آخر. أنا مش هشتري لهم أي شيء آخر لأن أنا أنفقت المزيد من المال. 59 You can try some kind of milk. And yogurts, which useful bacteria that help with digestion, يعني الهضم. Contain, include, consists of, enclose. يبقى الإجابة contain, يحتوي على. In the USA, في الولايات المتحدة الأمريكية, you should offer to help. لازم تعرض انك تساعد after dinner at a friend's house to clean up ولا stay up ولا clean down ولا stay down طبعا to clean up clean up اللي هو ينظف في بعض الدول الأجنبية لو انت يعني معزوم برا او معزوم عندهم بعد الأكل يعني تخلي عندك دم شوية وبتقول له ممكن والله لو عايزني اساعد يعني وانظف معاك clean up 61
Some of the neighbors, بعض الجيران, have the noise, الضوضاء, from our party, من الحفلة بتاعتنا. يبقى complained with ولا complained about. Complained about, اشتكي بشأن. اجمد وراي ابطال. خلصنا كده 61 questions, 61 سؤال. هننقل على 62 وهي اخر بيج معانا. تقدر تثبت الفيديو وتاخد بريك, ودي اخر صفحة بس. انت كده خلصت من على نفسك واجب الاسبوع كله, تتكلم في تقريبا only one hour, في هي الساعة واحدة فقط. 62-62 يا شباب بيقول she was forced, هي اجبرت, to leave her job as a teacher because of ill health. هي اجبرت انها تسيب الوظيفة بتاعتها كمدرسة بسبب ضعف الصحة بتاعتها او قلة الصحة او المرض بتاع الصحة بتاعتها. I wanted to spend time with my family. Spend time with the expression, تعبير على بعض. Spend time with, يقضي وقت مع. نكتب ورا بعض الشباب, يقضي وقت مع my family, عائلتي. 64-64 Storms, العواصف, have caused great, سببت ايه عظيم, to hundreds of homes, لمئات من المنازل. Damage معناها تلف او دمار. If there is anything you don't understand, I will be happy to, لو انت في اي شيء انت مش فاهمه, انا هكون مبسوط اني explain. للترقيق او الاختيار, يعني explain, يوضح او يفسر او يشرح. 66 There is a or an, في ايه بالضبط, blanket, بطانية, in the bottom drawer of the cupboard for any guest. يبقى في, there is a or an extra blanket. Extra يعني إضافي. Extra blanket, بطانية إضافية. 67 I had a or an with my neighbor, مع جيراني, about throwing rubbish in front of my gate, لأنهم بيرموا القمامة على باب المنزل بتاعي. يبقى أنا معايا, أنا وهم في جدال, في خلاف. فاكرين يعني إيه جدال أو خلاف؟ argument. argument معناها جدال أو خلاف. 68 She suffered 3 deep in her face when she fell through her balcony. يبقى كان عندها, she suffered, كانت بتعاني 3 deep holes ولا benefits ولا cuts ولا nuts, طبعا بثلاث جروح, cuts in her face, في وجهها. My parents, طبعا 69-69 My parents, الوالدين, angry with me because of my bad grades, بسبب الدرجات بتاعتي in monthly exams. يبقى والديني got angry يعني أصبحوا غاضبين. got angry. نرجع تاني يا شباب عند السؤال 70. After leaving university, بعد ما صبري خلص الجامعة, صبري a career in publishing, يبقى decided on يعني قرر, خد قرار وخلاص في انه يشتغل في career in publishing. Scientists, العلماء, have done into the efforts of these drugs. تاني, scientists, العلماء, have done, عملوا ايه؟ يبقى research, بحث على هذه الدراجز المخدرات. 72 The pilots, الطيارين, had to take emergency action to a disaster to admire double avoid. أيوة, avoid زي ما انت ما قلت كده, avoid, يتجنب ال disaster. disaster معناها كوارث. I like all the products, بحب كل المنتجات, of this food company, من شركة الطعام دي, as they all contain, لأنهم بيشملوا, بيحتوى على only natural products.
تيكتس انفستيجيشن. انفستيجيشن معناها تحقيقات، طبعا مش هي دي الاجابه. تحقيقات ولا كومبوننتس ولا انجريدينتس؟ انجريدينتس الاجابه طبعا دي معناها مكونات. اكتبها لكم تاني، مكونات. Seventy-four companies, الشركات have to respond the changing economic climate. الشركات لازم تستجيب respond onto ولا at ولا for ولا to. respond to يستجيب إلى. letter D. 75 the police tried the criminal and locked him in the cell. the police ربط المجرم. tied the criminal up. tied the criminal up. letter A. there is a home the blind in this town. there is a home for يعني for من أجل. في منزل من أجل the blind in this town اللي هم الكفيف. 77 students should be able to approach teachers for advice لطلب النصيحة. 78 the fireman broke down the wall in order to gain quick access to the building. fire with into on in الإجابة تبقى on. محمد seems but he actually has a good sense of humor. يبقى الإجابة محمد seems serious، يبدو ان هو يعني جاد كده ولكن هو عنده روح الدعابة. he was sorry lying to his father. he was sorry to lying ولا by lying ولا with ولا for lying. يبقى he was sorry to lying by lying with lying for lying. الإجابة تبقى with lying. the smoke from the burnt rice straw made me cough. cough يعني سعال يعني كحة. بعد كده من بداية البيج نمبر 5 هيبقى ده واجب البارت 2. كده اقدر اقول لك ان احنا انتهينا من واجب البارت 1 من واجب الجزئية الاولى. انا عارف ان انا طولت عليك شوية ولكن دي بس اول مرة ليك معايا، وان شاء الله هناخد على الموضوع، ولكن صدقني ده للافضل لينا كلنا عشان خاطر نظرا لضيق الوقت، زائد ان احنا نبطل هبد في الحل واحنا شغالين. see you ان شاء الله next time. اشوفك المرة الجاية الحصة اللي جاية بقى اللايف في السنتر ان شاء الله. ولو انت مش من طلابنا حاول تلتزم معانا ان شاء الله بالشرح بتاع اللايف ومعانا هنا في الاونلاين. ربنا ان شاء الله معاكم يا شباب. باي باي.